بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن والله لازم ما حسنت هاي وارن وحصوب هذا هاس وصب والله هذا جرمد نحنتي وحنقول ترى قام شرح من الحين عبد الرحمن هذا عبد الله عرا هاس تا وحي كوس على سنت هاي وصفينا سا مشرح من الحين يو وحويا وناقص وحنا الله هذا سب شو ذا وحي سبب سينا يعني نكاو ناكسن دورتان بس عادو تنامسا كور كستبا عاديقو تالي نغا سار قدون كو اعتراف نغارسي قدوب اعاد مكامجلين قلب احكامو تالين قوب عالات كامو هورين كيف اي عيب مو دانان كالاقو يما هاي كيسي ويا نباش عرقي يغان عبال كولي رونتي مراها ساهاستا كميدا صدحق العادود يكورس كوي qalad kasta marxaladda taagan ee dalka ka taagan iyo baahida loo qabo in Cabdiraxmaan waxa aad ilaahay ka noqdo dalka madaxweyne ayaa heestaas tilmaamaysa runtii Cabdiraxmaan waa shaqs ku haboon in shacabiga reer Soomaaliland anigoon hayb iyo qolo toona kala lahayn inay dhisan oo nin wanaagsan waa nin dulqaad leh waa gurgursha وأنك مدح بنان قبيلة يوحوي يعني إنه مطعم كلا قبيلة وأنك مدح بنان برشدة إنه أهر سيدو إنه حصر دي علاوة أي كشو هاي الساعة دي أفكستو سفعان بكستان سفا عبد الرحمن لأنه مرة في سنة الحكمة هان عبد الرحمن شخص قوي هاي الساعة كوب سنة سا نحطي وان هاي الساعة دو قرح دي برشدة دو كشي وحنا أنا كراوة هاي الساعة حق هوري أولا كجلية كوا إيه كوا كلاب بدن إن شاء الله في العلنية كاجت مي أبوان هاستن مر تاني يوم ركيا يصاب حضي بالكور والله دتكو آد به هاستن سودويين بالك استوى حوي واليجو يدينا يا وحوي دتكو هاستن ولاد عسينهين وحنا موتشنا سينا الشعب ودك تاجي أنا مدرين تعايل أيو قبان وشرح مدحويني way doonayaan inay toorkan kursiga ku ciwaamadaan bulshada gobolada iyo degmooyinka meel kasta maro aad baa laga weydiiyay waxa weeyaan aasan ola dhacay kuwa kale iyo tan iyo kuwa kale insha Allah wixii ilaahay ga keenay ugu sibo waxa rajaynayaa inaan ku garab istaago waxa la yiraahdo abwaan marka abwaan ku heesta uu alifay aan bay ku samaxanayso waqti bay ku qaadataa dib buu kamera markii heestan aad la fiisay dareenkay sida ay kuugu dhalatay hadii aad dadku yareeftay miisid wallahi abdulrahman heestan waxa ku qoray shariit hormid anigu ilaahi alhamdulillah rabbil alamin ilaahay ii heebay wuxuu sii oo waliba anigu sugaanta ma yihi dadka waxa weyn ay ku dhalatay isaga ma yihi wan hadiisanayaa bay baabu aan aha waxaan awood u leeyahay inaan waqtiga waxaan u fadhiisto suugaanta nooc kasta ay tahay
إن عورك ربنا أود ولا هي ولا هي أودي سيا الحمد لله رب العالمين هيستا كيف جد مركز السويد جيشري طبعا غاح كيا فمريه دام أكو سمي إن وحنا هي هيستا كلا عروس أو أدعو العروس وإن شاء الله أكو قرب استاجي وشرح من الحوينا عبد الرحمن عبد الله إذا مكيلاهي مش هذا راح أقعد صنيع إن مركز تيجي على ما غير هال مركز تيجي وشان مواطنين ترير سمالان عبد الرحمن عبد الله نوادسة ومانتا تريبكا نرى عنا مضى تطبيق طبعا كي هدي ونصيب كسيو ويروح وين ورعي ما أنت أفر إلى باتنك بحويان اللي بيح اللبا قل لك موضك عيه ما أنت نقول في موضك كرسي وروح وين عبد الرحمن الله لسه وانا جيس يو حويان يو بحتركي سنة إن شاء الله دوميه وقت جاسك كده واقع عبد الرحمن عرو إن ولقوا ليستي إن ما أنت وليس يو إن عبد الرحمن عرو كوبي رحس بي ودني تالف تجيني معنى إنه عيس مانسا والله هو أرن آدم هيمة هو حويا وح كنت سنة الساعة السياسة دو أفك مركب مدوك ترى وعبقري هو أرجي هاي هو درسه إنه قرن كريو ماشى وحويا طلق يدك كوا كوا بورنو قرن كريو عبد القادر يما ورسمي وسود وين إنه شريت ولا سجد قدومي كمش كوها شقدي مركب وهي بده قتي ما أنت نوح أو درسه وحويا السياسة دا طلقة iyo shakhsiga kariyad Soomaaliland sabab tan kara ee runtii oo ku faraxsanayno imaato waan soo dhaweeyna waana shakhsi saameyn kula bulshada wax weey wax badan soo kordhinaya waxana maqaati u tahay gudoomiyaha shalay muuse ku dhawaaqay haddii wax weey ku soo biiray ee Cabdiraxmaan maanta dhisayo in cid daanta dalka aan ka tartamin Cabdiraxmaan haysa kan waxa la sugeeyay sabab maran iyo abwaan ololaha marku bilaabmo ilaahay idinkii ee saddex bilood ololaha ugu tumay insha Allah يعني حسب بدل وعي كلنا إن شاء الله يو أفي أدم بنك أو حيا كل سكره استا يو فنان كستا يو قف كستو وعي كلنا يو قف كستو سوشيال ميديا يو ربه أنت إنت تبغى حكاية صنيع هنا يسوقي ما تام عبد الرحمن أو حويا سكاي جرب تاجان على شقيان وحويا وهك والشخص اللي كليه وهبونه هنا يوحويا لسان السجع وأنا ملك له مسكح ذي مرق ذي ملك ذي كليه فكاية صنيع يسوي